أفرق أيضا بين الحلم والذلة. همم واللي حضرتك قلتها إيه هي؟ الحلم لا يكون إلا عن قدرة. الحلم لا يكون إلا عن قدرة. فمثلا واحد جاء وأنت ماشي في الطريق، مثلا في سيارتك حصل في تناوش مع أحد جيرانك وأنت تمشي بالسيارة وهو كذلك. يا كثر هذا ونعم، وأنت وهو رجل يعني له منصب كبير، ومن الإمكان أن يأخذ رخصك، نعم ومن الإمكان أن يمنعك، ومن الإمكان، ولكن نظر إليك نظرة الحليم ثم تركك. ليه؟ قال من الإمكان أن يعاقبك، ولكنه في حقيقة الأمر حصل عنده الحلم فتركك لإيه؟ حتى تمشي. يعني هو قوي، يبقى قوي قادر، يستطيع أن ينفذ العقوبة لمن أساء إليه، ولكنه ترى حليم. هذا حلم حليم حليم. نعم. لكن أنت مثلا أو أي واحد ماشي وبيتكلم مع واحد تاني، فلقى واحد عضلات كبيرة كده، نعم. وبعدين بيقول له إيه يا عم أستاذ؟ قال له إيه؟ وبيبص كده، لأنه هو عضلات خلص. كبيرة، لو اتكلم معاه يديله ألم، خلاص خلصت القصة. نعم. فبيقول له حلمت عنك، يعني يا سلام. يعني أنا حليم عليك. يعني هل يعتبر هذا صادقا في كلامه؟ لا لا، نعم. وإنما هذا خوف وذلة وليس من باب الحلم. صحيح. ولذلك ربنا لما يقول فيما روى يعني عن سيدنا إبراهيم أنه أمهلناه حتى إذا يعني عاقبناه، يعني تركناه، لأنه لن يستطيع أن يخرج من ملك الله، وإذا لم يخرج من ملك الله فأين يذهب؟ ولذلك يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بإيه؟ إلا بسلطان. الله تبارك وتعالى يترك من يعبث ببعض أحوال الكون، لا لأنه لا يستطيع أن يحاسبهم على ذلك، وإنما يقول لهم أنا أمهلكم، فإن تبتم قبلناكم، وإن تصروا على ما أنتم عليه فإن مرجعكم إلينا ونحن قادرون عليكم. إذن الحلم في طياته قدرة، ولا يسمى حلما إلا إذا كان عن قدرة. نعم. سواء كان لله تبارك وتعالى أو سواء كان لمين؟ للبشر.